بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم راح نتكلم عن الريدندنسي بالترجمة بشكل عام. أنا اللي لازم أركز عليه في عملية الترجمة وهي أن بعض المعلومات قد تكون مكررة ومعادة، لذلك ما يحتاج أذكرها عند الترجمة الأخرى، عند ترجمة من لغة إلى لغة أخرى. وبعض المعلومات قد تكون هنالك نقص بالجملة، لذلك أنا لازم أضيف معلومة من عندي حتى أوضح دائما وأضيف معلومات للمستمع، لأن المستمع هو ما يعرف اللغة الثانية، فأكيد راح يكون جاهل تماما بهذا المادة، يعني راح يكون يعني ما عنده معلومة، ما عنده خبرة كافية، ما يعرف المتحدث على إيش يتكلم. فأنا دائما في علم الترجمة أو في مادة الترجمة أو في عالم الترجمة، نحن نبحث عن المسج، نبحث عن المعنى الحقيقي للجملة. احنا ما نترجم جمل، احنا ما نترجم كلمات، لا، احنا نترجم المينينج، احنا ناخذ المعنى، المعنى هو المهم. طيب ناخذ امثله. يقول the prime minister of Britain Tony Blair left for United States to attend the conference. الان هاي الجمله عندي the prime minister of Britain، رئيس الوزراء البريطاني، وتوني بلير، ذاكرهم كلهم. هذه معلومات مكررة. أنا من أريد أترجم، بعض الأحيان قد نحذف يا أما توني بلير أو نحذف The Prime Minister of Britain، نحذفه. ليش؟ لأن ما حاجة، هو رئيس بريطانيا، هو نفسه توني بلير. ليش أظل أعيد نفس الجملة؟ راح يصير عندي ملل، راح يصير عندي ملل، راح تكون الجملة مملة، فيحتاج أنه أنا أحذف. فراح أقول the prime minister of Britain lifted for United States to attend the conference، أو أقول Tony Blair lifted for the United States to attend the conference. إذا ردت ترجمها بالعربي نفس الحالة، فراح يعني ما يحتاج أكرر. غادر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر، فأقدر أني يعني أقلل، أخذ وحدة من عدها فقط، يعني لأنه تكرار الفكرة ما ممكن، يعني ممكن باللغة الأم نفسها يكررونها لأغراض الجمالية أو لأغراض أخرى، ولكن إحنا عندنا ترجمة ما يحتاج أجي أكررها نفس المعلومة ظل أعيد بيها. A strike at Canberra Airport, several internal flights cancelled. إضراب في مطار كامبرا، إلغاء العديد من الرحلات الداخلية. إذا لاحظ الآن هاي الجمل هاي بيها نقص. شنو النقص اللي بيها؟ يقول إضراب في مطار كامبرا وعاصمة استراليا، هذه أنا أضيفها من عندي، إلغاء العديد من الرحلات الداخلية. ليش لازم أنا أضيف من عندي عاصمة استراليا؟ لأن الآن الجملة هي لما كانت بالنص الأصلي لشخص استرالي قد تكون واضح، ولكن أنا كشخص ما أعرف عاصمة استراليا من هي أصلاً، أنا راح تكون جملة مبهمة إلي أصلاً، فيحتاج أضيف من عندي ملاحظة علشان أفهم القارئ يا قارئ أو المستمع يا مستمع أنه هذه ترى عاصمة استراليا. مثال آخر، يصادف يوم الاثنين أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك. هاي الجملة بها حالتين، أولاً بها تكرار، هو يصادف يوم الاثنين أول يوم من أيام شهر رمضان، شوفوا هو مكرر يوم الاثنين أيام واثنين مكررة، فلذلك أنا ما يحتاج هذه الأمور كلها يصادف ما أعرف إيش. راح أبدي بكلمة Monday. Monday is the first day of the plus رمضان. حذفت هواي أشياء من جملتي باللغة العربية. كلمة يصادف يوم هذه كلها حذفتها. من أيام أيضا حذفتها. خليت فقط الاثنين. بدون ما ظل أعيد وأكرر وأسقيل، بدون ما يحتاج، معنى واضح. إذن Monday is the first day of plus Ramadan. الخطوة الأولى أنه أنا حذفت الكلمات المكررة وأخذت بس المعنى الحقيقي. بس أنا عندي مشكلة، شنو المشكلة؟ أنه أنا ممكن أوضح الآن هاي الجملة كشخص ما راح يعرف، كشخص يعني ما يعرف الدين الإسلامي ولا يعرف شنو رمضان، راح ما يعرف شنو المقصد المغزى يعني بهاي الفكرة. فراح أضيف أني أقول Monday is the first day of plus Ramadan which is the month of fasting in Muslim countries، وهو الشهر الذي
تقوم فيه الدول المسلمة بالصيام، أو الذي يصوم فيه المسلمين، الذي يصوم فيه المسلمين. إذن أنا حذفت جمل اللي الكلمات عفوا اللي عايدينها نفس الشيء، وضفت بعض الشيء علشان أفهم الأودينس أنه كذا وكذا. جملة أخرى: كتب طه حسين كتابا مثيرا للجدل من الشعر في العصر الجاهلي. طه حسين The Well-Known Egyptian Thinker and Critics، هاي كلها أنا ضفتها. طه حسين واللي هو مفكر وشاعر أو ناقد مصري مشهور، has published، نشر كتابا مثير للجدل عن الشعر، عن Arabic poetry. هو ما مكتوب عربي بس مكتوب عن الشعر، بس أكيد هو طه حسين هو يكتب عربي بس بالإنجليزي. إحنا لازم نعرف نضيف Arabic poetry، لأن أنا لو قلت بس poetry راح يكون من البو من الشعر، أي شعر؟ ما إحنا عندنا واشعر، واشعر أي شعر؟ راح أقول عن Arabic poetry. الآن في عصر الجاهلي، الآن إذا ممكن شخص يقول يترجمها إلى arrogance، يعني نفس الكلمة. أنا واحد قال لي إجرنس، مرة ندرس طلاب يعني مجموعة حاضرين، وهم ترجم ليها ما أعرف شطاني يعني جاهلية وخمس كلمات أو ست أو سبع كلمات، فهذا الشيء خطأ. الجاهلية نترجمها إلى مثل ما هي الجاهلية، ونضيف عليها the pre-Islamic period، هاي إحنا ضفناها، قلنا وهي الفترة التي كانت قبل الدين الإسلامي أو قبل الإسلام، فسموها الجاهلية. طبعا هي احنا اسمها جاهليه بس هي مو معناها جاهليه، بالعكس هم اقوى شعراء العرب هم في عصر الجاهليه يعني، بس هي اسمها الجاهليه. شلون بالانجليزي لما عكوا فد عصر اسمه العصر الرومانسي، هو مو معناه عصر يتكلم عن الحب بس هو اسمه عصر رومانسي يعني. هذه هي ترجمه هذه.